مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله بالخيرات أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة ومع حدث جديد. ما زلنا مشاهدي الكرام نغطي إعلاميا الزيارة التاريخية لسلطان سلطنة عمان السلطان هيثم بن طارق في زيارته التي زار فيها المملكة العربية السعودية والتقى فيها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان. في هذه الحلقة مشاهدي الكرام نتحدث عن انعكاس هذه العلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية على قوة ومتانة العلاقات العربية وتجذر القوة العربية. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام. إذا للحديث حول هذا الموضوع سعدني هنا في الاستوديو أن أستضيف المحلل السياسي الأستاذ بدر الدين البارون. أهلا وسهلا بك أستاذ بدر الدين. مرحبا أستاذ صلاح، مرحبا بالسادة المشاهدين. يا مرحبا أستاذ بدر الدين. اليوم اختتمت الزيارة التاريخية لسلطان سلطنة عمان إلى المملكة العربية السعودية، وتوجت هذه القمة ببيان مشترك تحدث فيها الجانبان على أهمية توطيد العلاقات السياسية وأيضا العلاقات الأخوية بين البلدين، وتحدثت أيضا عن أهمية إيجاد حلا سياسيا سلميا في اليمن، مؤكدة أن هناك تطابق في الرؤى وفي أيضا الأطروحات السياسية والاقتصادية. أستاذ بدر الدين، إذا سمحت لنا نذهب إلى تقرير بسيط ثم نعود لنبدأ هذه الحلقة. إذا مشاهدي الكرام نذهب إلى التقرير. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. إذا أستاذ بدر الدين تابعنا التقرير. إذا ما تحدثنا عن سياق هذه الزيارة وهذا الاحتفاء الكبير في المملكة العربية السعودية لضيفها السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان. هو بالتأكيد في ظل التحديات الكثيرة والحراك الحاصل في المنطقة العربية، من الجانب زيارة سلطان سلطنة عمان السلطان هيثم بن طارق للمملكة العربية السعودية في إطار العلاقات الأخوية وإطار دعم العلاقات الاستراتيجية بين الأشقاء العرب، وهي زيارة تحمل شقين رئيسيين، الشق الأول هو الشق الاقتصادي والشق الثاني هو الشق السياسي. نعم. يمكن التقرير تناول جزء من الشق الاقتصادي وهو بيشتمل على 4 نقاط رئيسية. النقطة الأولى هي مد خط أنابيب إلى منطقة الدغم في سلطنة عمان على بحر العرب، ودي بتعني أنه المخاطر الكبيرة اللي كان بيواجهها النفط ونقل النفط عن طريق الخليج العربي وعن طريق مضيق هرمز والتهديدات الإيرانية المتوالية والكثيرة بأنه ممكن تغلق المضيق والتوترات الأمنية الحاصلة، دي كلها هي حتأثر على سوق النفط، بالتالي بيكون في مخاطر كبيرة في نقل النفط، بالتالي بتزيد أسعار النفط أو تتفاوت، بيكون ما في استقرار في سوق النفط العالمي. بالتالي متخطى الأنابيب كان فكرة هي استراتيجية وكانت هي قديمة، يعني هي مطروحة يمكن من الثمانينات، وكان مفترض تشارك فيها إضافة للمملكة العربية السعودية تشارك فيها الإمارات وتشارك فيها دولة الكويت. النقطة الأساسية الثانية أشار لها التقرير هو الطريق البري الرابط بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وهو طريق بطول 800 كيلومتر، وتقريبا تم الاتفاق عليه في سنة 2018. والقصد الأساس من هذا الطريق إنه إقامة منطقة صناعية في منطقة الدغم نفسها، وتكون هذه المنطقة هي بتمويل سعودي لكن هي في منطقة في 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 منطقة الدغم في سلطنة عمان، تكون هي منطقة عالمية تخدم كل منطقة الشرق الأوسط باعتبارها منطقة صناعية. والطريق البري هو كمان يساهم كثير في نقل المنتجات السعودية لسلطنة عمان ونقل المنتجات العمانية إلى المملكة العربية السعودية ونقل المنتجات السعودية إلى العالم، يعني تمر عن سلطنة عمان ومن بعد ذلك تنطلق إلى العالم. يمكن تناولت اللقاءات شكل الاستثمارات في صناعات البتروكيماويات، في السياحة، في الطاقة الشمسية، باعتبار المملكة العربية السعودية لها خبرة كبيرة ولها إمكانيات كبيرة في هذا الجانب، بالتالي النقل هذه الأشياء ونقل الخبرات والاستفادة من المنشآت والموانئ الموجودة في سلطنة عمان لخدمة هذه الأشياء، بالتالي تعود بالمنفعة للشعبين الشقيقين وتعود بالمنفعة للمنطقة ككل، باعتبار أنه بعد ذلك بتعمل حراك تجاري وحراك اقتصادي كبير جدا جدا. نعم.
الشق السياسي اللي بتتناوله ممكن هي ثلاثة نقاط أساسية في الجانب السياسي. النقطة الأولى هي الشأن الخليجي العام وهي السوق الخليجي المشترك والمواطنة وجواز السفر الموحد والاتحاد الجمركي، باعتبار أنه الآن الخليج يتجه لأنه يصبح كدولة واحدة أقرب ما تكون لفكرة الاتحاد الأوروبي. نعم. وهذه هي في النهاية بتدعم كل التضامن العربي وشكل التكتلات الاقتصادية العربية اللي بتأدي بعد ذات لثقل سياسي والإمكانيات السياسية. نعم. هذه التكتلات الاقتصادية هي تخدم منطقة الخليج وتخدم المنطقة العربية عموما وتخدم العالم عموما، باعتبار أنه الآن العالم يتجه في التكتلات. نعم. شهدنا تكتلات في أمريكا اللاتينية، شهدنا الاتحاد الأوروبي، شهدنا تكتلات في آسيا آسيان، شهدنا مجموعة تكتلات. فهذه تكون هي نواة لتكتلات عربية أخرى. نعم. إذن أستاذ بدر الدين بارون، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور تركي العيار، الخبير الإعلامي وأيضا المحلل السياسي والاستراتيجي. أهلا وسهلا بك دكتور تركي. أهلا وسهلا فيك أخوي صلاح، وأهلا فيك وبضيفك الكريم. حياكم الله دكتور تركي. نتحدث عن أيضا الأبعاد الاقتصادية والسياسية لهذه الزيارة التاريخية لسلطان سلطنة عمان إلى المملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فعلا كما قلت أنها زيارة تاريخية لسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، حيث أنها هي أول زيارة رسمية للسلطان هيثم خارج السلطنة منذ توليه مقاليد السلطنة. فلذلك هذه الزيارة حقيقة هي بدعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وبين سلطنة عمان، وأيضا لتوسيع آفاق التعاون المشترك في الكثير من المجالات وبالذات المجال الاقتصادي. طبعا تربطنا بسلطنة عمان علاقات تاريخية قوية ومتينة ووطيدة، وتتنامى هذه العلاقات، وهنالك رؤى مشتركة ومواقف مشتركة. يكفي كتدليل على ذلك يعني موقف سلطنة عمان المؤيد لمبادرة المملكة للسلام في اليمن، وأيضا قيام سلطنة عمان بدور الوسيط وما زالت تقوم بهذا الدور لإحلال السلام في اليمن ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني وحقن دماء اليمنيين. فبالتالي هذه الزيارة أتت حقيقة في وقت جدا مهم وفي وقت دقيق، و يعني فيها ترتيب الأولويات، إعادة ترتيب البيت الخليجي، إعادة حقيقة توحيد الصفوف على مستوى الدول الخليج لمواجهة التحديات الخطيرة، لمواجهة حقيقة العديد من المهددات، وبالذات مثلا إيران وتسلحها النووي. ففي مواقف يعني في ملفات مشتركة بين المملكة وبين سلطنة عمان للتباحث، من أهمها طبعا الملف اليمني والملف الإيراني. ولا شك أنه هذه الزيارة تتبخر، يعني حيكون إن شاء الله من نتائج هذه الزيارة توقيع اتفاقيات عديدة تعزز التعاون الاقتصادي، من أهمها إقامة مدينة صناعية سعودية على الحدود السعودية العمانية، ومن همها أيضا تعزيز حقيقة فتح مجال فرص استثمارية في البلدين للتجار رجال الأعمال السعوديين ورجال الأعمال العمانيين، وهذا في الواقع يساهم في تعزيز العلاقات التجارية والعلاقات الاقتصادية. ولا ننسى أيضا تأسيس المجلس التنسيقي السعودي العماني في كل المجالات، وهذا المجلس التنسيقي سوف يساهم في توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات عديدة، سواء كانت ثقافية أو رياضية أو سياحية أو حتى في الأمن الغذائي وحتى في أشياء يعني جوانب أخرى عديدة. فهذه زيارة تاريخية، هذه زيارة مهمة، هذه زيارة إن شاء الله حقيقة تؤكد عمق العلاقة بين البلدين
وتؤكد المحبة والاحترام والتقدير بين القيادتين وبين الشعبين. ولا شك هذه الحفاوة الكبيرة التي لقاها سلطان هيثم بن طارق في زيارته للمملكة من القيادة ومن الشعب تؤكد عمق هذه العلاقة وتؤكد هذه المحبة. وأيضا لا ننسى هذا الترحيب والحفاوة من الشعب العماني من خلال حقيقة هذه الأغاني التي تؤكد العلاقة الحميمية بين البلدين. ولا ننسى هذه التعليقات الجميلة في شبكات التواصل الاجتماعي من الشعبين الكريمين الشعبين الشقيقين التي كلها تؤكد عمق هذه العلاقة وتؤكد هذا الجمال في المشاعر الجياشة المحبة للزعيمين وللشعبين. فهذه زيارة يعول عليها كثيرا، خصوصا أن إن شاء الله سوف يتم الإسراع في تنفيذ الخط البري الذي يعتبر الأول من نوعه بين المملكة وبين عمان من الرياض إلى عمان بطول 800 كيلومتر. فهذا الطريق لا شك أنه سوف يساهم في زيادة التبادل التجاري ويساهم أيضا في التنقل بين الشعبين من المملكة لسلطنة عمان ومن سلطنة عمان إلى المملكة، وهذا يساهم أيضا في التنشيط السياحي للبلدين والتنشيط الاقتصادي والتواصل الاجتماعي، وهذا في الواقع أيضا يحقق ويعزز التقارب أكثر. يعني نحن شعب خليجي، مصيرنا واحد وهدفنا واحد وكثير من الأمور نحن نشترك فيها. فبالتالي هذه زيارة يعني مرحبا بها، وزيارة إن شاء الله أنها سوف تبقى ذكراها خالدة، لأن مخرجات هذه الزيارة مخرجات تبشر بخير ومخرجات مطمئنة وتؤكد أن الشعب الخليجي وأن الزعماء الخليجيين قريبين من بعض والمحبة تربطهم والتواصل يربطهم. وإن شاء الله بإذن الله يعني تكون هذه المحبة تعم كافة شعوب الخليج والشعوب العربية، وأن نرى مثل هذه المشاعر التي رأيناها في استقبال السلطان هيثم بن طارق. إن شاء الله نرى هذه المشاعر لكل الزعماء الخليجيين ولكل قادة الخليجيين، ونرى هذه المحبة وهذا السلام وهذا التسامح وهذه الطيبة على مستوى كافة الشعوب الخليجية. فأهلا ومرحبا بجلالة السلطان هيثم بن طارق الذي حل ضيفا معززا ومكرما لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأتى في زيارة لمدة يومين انتهت اليوم الاثنين، وكانت زيارة ناجحة بكل المقاييس. نعم ناجحة بكل المقاييس، وإن شاء الله تتكرر مثل هذه الزيارات الأخوية. نعم دكتور تركي، تتكرر إن شاء الله مثل هذه الزيارات التاريخية. نعم دكتور تركي سأعود إليك، ولكن أيضا سنذهب أيضا إلى هذه اللقطات للحظات توديع جلالة السلطان هيثم بن طارق في المطار نيوم، مطار خليج نيوم، أيضا من قبل الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية. نتابع مشاهدي الكرام ثم نعود. دكتور تركي سأعود إليك، ولكن أيضا سنذهب أيضا إلى هذه اللقطات للحظات توديع جلالة السلطان هيثم بن طارق في المطار نيوم، مطار خليج نيوم، أيضا من قبل الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية. نتابع مشاهدي الكرام ثم نعود. إذن كانت هذه هي اللحظات الوداع بين قيادتي البلدين الشقيقين في سلطنة عمان، يمثلها جلالة السلطان هيثم بن طارق الذي تولى السلطنة في 20 من يناير عام 2020 بعد وفاة السلطان قابوس رحمه الله. وأيضا يمثل أيضا في هنا في هذه الصورة
القيادة السعودية سمو ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ونتحدث عن هذه الصور الرائعة والجميلة، وأيضا سننتقل أيضا إلى صور أخرى لأثناء الاحتفال والصور التي يعني أو الصور الجمالية التي زهت في شوارع الرياض، وأيضا هذه الصور أستاذ بدر الدين لاستقبال السلطان هيثم بن طارق في الجو. طبعا هنا رافقته طائرات حربية وطائرات نفاثة في يعني في لحظات يعني رائعة، قل أن يجد مثلها قائد بهذا الاستقبال وبهذه الحفاوة. إذا ما تحدثنا عن أستاذ بدر الدين عن هذه المشاعر الأخوية بين الشعبين، يعني نلاحظ أنه عندما يزور القائد العربي شقيقه في البلد العربي الآخر يكون هناك احتفاء واسع، وهناك أيضا عندما يحصل زيارة الخارجية يكون فيها استقبالات بسيطة. كيف تعكس هذه المشاعر الأخوية شهامة العربي، عمق الأخوة العربية في الإنسان العربي؟ هي بالتأكيد منطلقة من عمق قيمة الكرم في الإنسان العربي، من عمق الشهامة والاحتفاء بالضيف، وحتى شكل طائرات النفاث التي رافقت طائرة السلطان. نعم كمان لاحظ هيثم بن طارق، نعم تداخلت بالعلم العماني. بالتأكيد هي تطلق العلم العماني، وهي شكل احتفائي وشكل استقبال. واحدة من المفردات البسيطة اللي بتلقاها في أي مجتمع عربي إنه الضيف يتم استقباله خارج الدار. نعم. وحينما يريد أن يودع الدار يتم مواكبته ومصاحبته إلى باب الدار. صحيح. هذه هي بنفس الفكرة. يضاف لذلك هي رسالة إنك حللت أهلا ونزلت سهلا وإنك تحت حمايتنا. هذه الطائرات. هم أيضا وضعوا شعار ترحيبي في لوحة الإعلانية، الدار دارك. نعم بالتأكيد. وفي القلب مقدارك. بالتأكيد هي شيء جميل، وهذه شعار عربي كامل، يعني كمان لاحظ أستاذ بدر الدين أيضا شوارع الرياض كلها والأبراج والمعالم، معالم الرياض يعني تدثرت بالأعلام العمانية والسعودية وتجملت بهذين العلمين، كما ذكرت أنت أيضا هذه من حفاوة العربي بأخيه العربي. بالتأكيد هو الكرم الضيافة جزء من أخلاق العربية القديمة التي يتم التعبير عنها بعدة الطرق، وشكل الاحتفاء بسلطان سلطنة عمان السلطان هيثم بن طارق في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية هو ما يكون غريب على مجتمع الخليج ولا مجتمع المملكة العربية السعودية ولا على قيادات البلدين، باعتبار أنه الآن المجتمع العربي أحوج ما يكون للتضامن، أحوج ما يكون للتكاتف مع بعضه البعض، أحوج ما يكون للتآزر، باعتبار المهددات التي تحيط بكل الدول العربية ليست مهددات هينة ولا بسيطة، هي أزمة وجود. صحيح. في كل الأقطار العربية. بالتالي التضامن الشعبي والرسمي والتكاتف الشعبي والرسمي والاحتفاء هو بيكون المقدمة الأولى لإرساء سياسات مشتركة وقيم اقتصادية وسياسية ودفاعية وقانونية مشتركة تكون لخدمة كل المنطقة. نعم. سيد بدر الدين، أنت حقيقة تطرقت إلى نقطة مهمة جدا، على أنه المنطقة بما حباها الله عز وجل من نعم، وأيضا من نعم سواء جغرافية أو في باطن هذه الأرض، هي أمام تحديات كبيرة، وليس هناك من بد سوى الاتحاد أمام هذه التحديات وأمام هذه المعوقات بالنسبة التي تواجه الوطن العربي ككل. بالتأكيد في نقطة مهمة جدا جدا، هذه المنطقة هي على مر التاريخ وعلى مر العصور هي منطقة حضارات ومنطقة صراعات في الحضارات هذه. يعني جزء كبير جدا جدا من حضارات الأرض كانت في هذه المنطقة في وسط الأرض هنا في 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 في, في منطقة يعني ما مر مستمر ولا يعني إمبراطورية رغبت في الاحتلال إلا وجاءت إلى الشرق الأوسط إلا وجاءت إلى هذه المنطقة، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في الخليج العربي أو في على بحر العرب أو في الجزيرة العربية. نعم هذه تسمى سرة العالم. هي هذه المنطقة هي وسط العالم، والمجال الجيوسياسي بتاعها هو بيأثر على كل العالم، باعتبار إنها منطقة موجودة في كتف آسيا وكتف أفريقيا ومطلة على أوروبا. نعم. هذه ميزة جغرافية. النقطة الأساسية إنه هذه المنطقة حباها الله بموارد متعددة. إذا نظرنا للوطن العربي ككل، نجد الموارد المائية، الموارد الثروة الزراعية، الثروة الحيوانية، نجد النفط، نجد المعادن، نجد الإنسان. صحيح. كل هذه الخيرات والموارد كانت على مر التاريخ هي يعني رغبة
وطموح المستعمرين. يعني الحضارة الرومانية وصلت لحد الإسكندرية، وصلت لحد منطقة البتراء في سلطنة عمان. نعم. المغول والتتار وصلوا لحد منطقة فلسطين. نعم. الحضارة اليونانية كل الحضارات القديمة. فبالتالي هذه المنطقة هي على مر التاريخ هي منطقة مهددة، باعتبار أنه التاريخ طبيعته كده، التاريخ لا يعرف الفراغ، كل الموارد لازم يحصل فيها صراع، باعتبار أنه أول حرب بين البشر قامت بسبب الموارد. أول حرب بين الإنسان فيما بعض والبعض البشرية كانت بسبب الموارد. فبالتالي الآن يوجد أهم مورد وهو النفط والمياه في هذه المنطقة، عشان كده نلقى كل الصراعات في هذه في هذه في هذه الأشياء. واحدة من أهداف الزيارة الأساسية هنا هي أزمة اليمن والملف الإيراني، باعتبار الموضوعين مربوطات ببعض. سلطنة عمان هي كانت دولة محايدة وكانت لها مبادرات ووساطات كثيرة جدا فيما يخص الأزمة اليمنية، وكانت لها يعني مبادرات لدعوة الأطراف للجلوس، وحاولت في أكثر من مرة تقريب وجهات النظر وإيجاد طريق ثالث لحل هذه الأزمة. الآن المبادرة الخليجية طرح سابقا، والمبادرة السعودية والمبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني، دي هذه النقاط الأساسية. حتى تم الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان أن هناك أربع طرق لحل الأزمة اليمنية، وهي اتفاقية الرياض والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن. هذه هي الخلاصة والمرجعيات، وهذه هي خلاصة الأزمات، هذه هي خلاصة حل الأزمة. فإذا تم اتباع هذه الأشياء بعدك نقدر نضمن أنه حل أزمة اليمن بمقدار كبير. سلطنة عمان لها دور كبير في هذا الشأن، حتى لو نذكر لما كان في عملية تبادل أسرة. نعم. بين 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 أيضا. نعم. بين بين الـ 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 الحكومة الشرعية والحوثيين رعتها سلطنة عمان. بالتالي سلطنة عمان هي الآن تقوم بدور الوسيط. والنقطة الأساسية والمهمة الملف الإيراني، باعتبار الآن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت يوم الثلاثاء المضت إنه إيران بدأت تخصيب اليورانيوم. يعني الآن الموضوع دخل في الجد زي ما بقوله. بدأت التخصيب، وفي نفس الوقت بدأت الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات عن الشخصيات وعن قيادات إيرانية. بالضبط. وبدأت تتعامل بمرونة يعني على غير العادة مع الملف الإيراني، وفي نفس الوقت أيضا انسحبت من أفغانستان، بمعنى هناك ملفات جديدة. يعني كما قال ضيفي في إحدى الحلقات، قال خلاص المعنى أنه ديروا أنفسكم بأنفسكم أنتم، يعني وهو الأمر الذي حبأ وحدى بالجميع بأن يتكاتف وأن يتلاحم الجميع. بالتأكيد هي حاليا الأزمة العربية لا يحلها إلا العرب فيما بينهم، وما حك جلدك مثل ظفرك، ولا أحد يدافع عن دارك مثل نفسك. بالتالي الآن إيران دخلت مرحلة التخصيب، معناها فعليا دخلت مرحلة تصنيع القنبلة النووية. أي نعم الإيرانيين بيتكلموا عن إنه نحن يعني حنخصب اليورانيوم لمفاعلات بحثية، لكن هي القدرة نفسها، القدرة العلمية والقدرة التقنية هي واحد. بعدك بيبقى مقدار التخصيب كم وكمية التخصيب كم، هي اللي بتحدد بعد ذلك انك تنتج قنبلة نووية او يكون هو لمفاعل نووي بحثي. نعم. او حتى مفاعل نووي خدمي. نعم. باشمهندس سأعود لك في هذا المجال، لكن دعني ايضا اعود مرة اخرى الى الدكتور تركي العيار. الدكتور تركي، نسبة التبادل التجاري بين المملكة العربية والسعودية وسلطنة عمان خلال السنوات الماضية تجاوزت 58 مليار ريال، والحديث أيضا في 2020 أن نسبة التبادل التجاري بلغت 10 مليار ريال، وفي عام 2021 أو خلال الستة الأشهر الماضية ارتفع عدد أو حجم التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عمان بنسبة 6%. إلى مدى تعزو ذلك دكتور تركي؟ طبعا احنا نتطلع حقيقة إلى زيادة حجم التبادلات التجارية بين المملكة وبين سلطنة عمان، ولا شك أن هذه الزيارة أنا أعتقد بأنها سوف تفتح آفاق أرحب وأوسع لحجم التبادلات التجارية، خصوصا أنه في معطيات تساهم في زيادة هذا التبادل التجاري. أول هذه المعطيات فتح هذا الخط أو الطريق البري بين المملكة وبين سلطنة عمان، وهو الطريق البري الأول والوحيد
بين المملكة وبين سلطنة عمان. عند فتح هذا الطريق لا شك أنه سوف تزداد حركة التبادل التجاري، وسوف تتنقل البضائع من الدولتين، وسوف أيضا تكثر حقيقة زيارات الشعبين بين البلدين، وسوف يكون هنالك تسهيل كثير من الأمور. إضافة إلى أنه المجلس التنسيقي الذي أسس في هذه الزيارة، المجلس التنسيقي السعودي العماني، هذا أوجد حقيقة لعمل اتفاقيات في مجالات عديدة جدا. من شأن هذه الاتفاقيات أن تعزز حجم التبادل التجاري وأن تزيد النسبة إلى نسبة أكبر. وأيضا لا ننسى أنه هنالك دعوات حقيقة لفرص استثمارية في البلدين من قبل رجال الأعمال في البلدين والشركات الوطنية في البلدين، لكي تستثمر استثمار بتسهيلات مقدمة من البلدين. وأنا أعتقد بعد هذه الزيارة أنا أعول على زيادة حجم التبادل التجاري. طبعا حجم التبادل التجاري بيننا وبين السلطنة حقيقة هذا أمر طبيعي، يعني يكون في تبادل تجاري ويكون في تبادل اقتصادي، لكننا نتطلع للمزيد. العلاقة الوطيدة بين المملكة وبين سلطنة عمان لا شك أنها تتطلع لآفاق أوسع وأرحب في مجال التبادل التجاري وفي مجال التبادل الاقتصادي، سواء كان فيما يتعلق بالنفط أو فيما يتعلق بالبتروكيماويات أو فيما يتعلق بالصناعات أو فيما يتعلق بالغذاء. وهذه كلها أنا متأكد أنها سوف تزداد حجم حجمها التبادل سوف نعم. يزداد نعم دكتور تركي. بعد هذه الزيارة نعم نحن أيضا هناك ملخص نشرته أيضا وزارة الخارجية السعودية عن البيان المشترك بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في شكل أيضا صورة واحدة، نتمنى أن نستعرضها. وهذه عكست التعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية وأيضا سلطنة عمان، حيث مثل هذا التعاون أو هذا البيان المشترك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من الجانب السعودي، وأيضا من الجانب العماني صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث جرى خلال جلسة المباحثات تبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، والتأكيد على مواصلة تنسيق المواقف بما يخدم مصالحهما ويدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. أكد الجانبان على التعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي الإيراني، وهو ما ذكره ضيفي العزيز هنا الأستاذ بدر الدين البارون. أيضا أهمية تجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار، وأكد أيضا الجانبان على مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية في الأزمة السياسية في اليمن رغم ما تقوم به الميليشيات الحوثية من تعنت. برأيك دكتور تركي، هل الميليشيات الحوثية ستنصاع لدعوات السلام الآن، وإلى أي مدى ستعزز هذه اللقاءات وهذه القمم التاريخية من موقف التحالف العربي والشرعية اليمنية، وستزيد من العزلة على هذه الميليشيات الحوثية؟ طبعا نحن نعول على مثل هذه الزيارات بين قادة حقيقة دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا نحن نتطلع إلى مزيد من المبادرات ومزيد من الجهود للضغط على الحوثيين والضغط على الإيرانيين لقبول الحل السلمي. طبعا للأسف أن الحوثيين يعني ما زالوا يعني في تعنت وفي عنجهية، وما زالوا حقيقة لم نجد منهم ذلك التعاون الذي تنشده كل الدول سواء الدول الخليج أو حتى دول العالم قاطبة. لكننا نقول لا بد من استمرار المحاولات،
ولا بد من استمرار المبادرات والوساطات. ولا شك أن سلطنة عمان بدأت الوساطة وهي تتابع هذه الوساطة وتقوم وترسل موفدين لزيارة الحوثيين وزيارة الإيرانيين وتعمل كل ما في وسعها للضغط على الأطراف المعنية لإيقاف الحرب، وأيضا الجلوس على طاولة التفاوض لوجود حلول سلمية أو للوصول إلى حلول سلمية وحقن دماء اليمنيين ورفع المعاناة عن الشعب اليمني. نحن ما زلنا نتفائل بمثل هذه الوساطات ونتفائل بمثل هذه المبادرات، ونتمنى أنه حقيقة أن تتكاتف كافة الجهود سواء الإقليمية أو الدولية، تتكاتف كل هذه الجهود لحقيقة الضغط على إيران لتوقف تمويلها للحوثيين وتقنع الحوثيين على قبول وقف إطلاق النار ووقف الحرب، ومن ثم الجلوس على طاولة المفاوضات والوصول إلى حل سياسي، حل سلمي يجنب حقيقة اليمن يعني المعاناة الأكثر حقيقة يعني مما عانوه. هم عانوا الكثير حقيقة من جراء حرب استمرت الآن، دخلت السنة السابعة. فنحن نريد، أو العالم كله يريد، والخليج تحديدا يريد حقيقة أن يوقف نزيف هذه الحروب وهذا التطاحن وهذا النزاع، لكي يعيش الشعب اليمني حقيقة بأمن وسلام ورخاء وازدهار. فلذلك نحن نعرف أن الحوثيين يعني طرف عنيد، وليس من السهل جدا قبول أي مبادرة أو وساطة بسهولة، ولكننا نقول لعل وعسى أنه الضغط، زيادة الضغط وزيادة والمتابعة من قبل الأشقاء في سلطنة عمان لعل يكون لها نتيجة، طبعا مع تعاون المجتمع الدولي مع تعاون بعض الدول الحريصة حقيقة على أمن وسلام المنطقة. لذلك الزيارة التاريخية هذه تأتي من باب في هذا الإطار الذي هو توحيد الصفوف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا ترتيب البيت الخليجي، وأيضا تعزيز الدور الذي يعني يقوم به مجلس التعاون الخليجي، لكي تكون دول الخليج كلها تكون يعني متحدة ومواقفها متحدة ورؤاها متحدة لمواجهة الأخطار المحيطة في المنطقة، التهديدات المحيطة في المنطقة، وأيضا المستجدات السياسية والتغييرات السياسية التي تحيط بنا في المنطقة، والتي لا شك أن لها انعكاسات سلبية تحديدا أمنية، انعكاسات أمنية على المنطقة وعلى أمن المنطقة. نعم. فبالتالي يعني هذه زيارة ناجحة بكل المقاييس، أنا أعتقد هذه زيارة ناجحة بكل المقاييس، ومصدر نجاحها هذا الاحتفاء الرسمي والشعبي. طيب في الجانب الشعبي، نعم دكتور تركي، دكتور تركي في الجانب الشعبي وأيضا والأدبي والفني، نحن نستسمحك لأن نذهب إلى أوبريت رائع وجميل بمناسبة هذه الزيارة التاريخية، أيضا حتى يتم إعداده في الكنترول من قبل الإخوة في الإخراج. أعود إلى ضيفي العزيز الأستاذ بدر الدين البارون. أستاذ بدر الدين، تحدثت عن أهمية التوحد وتشكيل وجهة نظر واحدة ومتطابقة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، هذا الملف الذي يهدد الجميع، لا يستثني أحد، يعني كما يقال السلاح بيد مجنون. بالتأكيد أثناء الحرب الباردة كانت الأسلحة النووية تسمى أسلحة الردع، أي هي أسلحة للتخويف وليس للاستخدام، ويسمى توازن الردع، بمعنى أنه كل طرف عنده قنبلة نووية لكن ما في طرف مستعد يستخدمها، لأنه هو يكون الفناء متبادل. هنا الوضع مختلف، القنبلة النووية الإيرانية هي للاستخدام، باعتبار أن النظام الإيراني ينطلق من خلفية أيديولوجية ومن خلفية عقدية، تتكلم عن إبادة السنة، تتكلم عن إبادة العرب، تتكلم عن كشرط لتحقيق بعض الأفكار
اللي كان يتبناها الخميني والآن هي الآن هي بقت جزء من تكوين الدولة الإيرانية. بالتالي القنبلة النووية الإيرانية هي قنبلة للعرب، لهذا لا أحد يبالي بها. وكل الآن منلاحظ أنه بينما تعلن إيران إنها بدأت التخصيب، يتم رفع أو تخفيف القيود والعقوبات عليها، بل بالعكس إيران تمددت أكثر من الأول بعد 2003، تمددت أكثر من الأول برضا مجموعات كثيرة دولية وبعلم مجموعات كثيرة دولية. والدليل العراق فقط كانت مجرد شبهة، كان مجرد شبهة، وهم يدركون أنها أن هذه الأسلحة غير موجودة. نعم. مجرد شبهة قصفت المفاعلات العراقية بالطيران الإسرائيلي، ومجرد شبهة أيضا احتلت العراق بالكامل. نعم، توني بلير قبل أسبوع بيصرح أنه أنا ندمان جدا على موافقتي على حرب العراق وعلى مشاركتي في حرب العراق، وهذا هو الطبيعي في بعد ما يخرج من السلطة هو ندمان، لكن أثناء ما هو في السلطة لا، هو ليس ندمان. بالتالي إذا كان يتم تدمير دولة كاملة زي ما أنت قلت لمجرد الاشتباه، الآن دولة تصرح على العلن، الآن دولة تحتدي على دول كثيرة جدا جدا. الحوثيين قرارهم ليس بيدهم، صحيح. الحوثيين هم عبارة عن مخلب قط، ويتم تسخينهم وتحريقهم وفق الملفات الإيرانية الموجودة في المنطقة. لو منلاحظ أنه حينما يتم الحديث عن التفاوض النووي الإيراني يتم تسخين الساحل اليمنية، صحيح، كواحدة من أدوات الضغط، وقسم أيضا المنشآت والقواعد في العراق أيضا بالتزامن مع الحديث، قصف المنتجات القواعد والمباني الحكومية في العراق بنفس التزامن. ومش كده وبس، الآن حتى في لبنان منلاحظ النبرة تصاعدت، فيبقى دي كلها عبارة عن أدوات. نعم. أدوات ومخالب قط لأطماع إيرانية بتتكلم عن أنه إعادة إمبراطورية فارس، والكلام هو الآن أصبح مطروح بشكل واضح، يعني حتى الإيرانيين هم لا يخفوه، يتحدثوا عن إعادة إمبراطورية كسرى وإعادة إمبراطورية فارس. نعم. إعادة إمبراطورية فارس الحوثيين وغيرهم واحدة من الأدوات، صحيح، باعتبار أنه الآن الخلاف الإيراني ليس خلاف مذهبي، خلاف عنصري. يعني ليس خلافهم أنه سنة أو شيعة أو غيره، هذه عبارة عن هذا غلاف أو لافتة فقط، لكن بالنسبة لهم الخلاف هو بين العرب وبين الفرس. حتى هم يعني ينظرون إلى الشيعة العرب، نعم، بنظرة عنصرية، يعني يسمونهم شيعة شوارع. نعم. وبينما هم ينظرون إلى أنفسهم بأنهم عرق يعني مختار. هم ينظرون لأنفسهم، هو التركيبة، تركيبة السلطة الإيرانية بتركيبة تركيبة شوفانية، بيعتقدوا هم العرق الآري الأكثر نقاء. بل بالعكس إلى الآن يتم الاحتفاء برموز الإمبراطورية الفارسية، بينما يتم الازدراء بالرموز العربية الساهمت في إدخال الدين الإسلامي لفارس. صحيح. إلى الآن هم عندهم إشكالية كبيرة مع سيدنا عمر بن الخطاب، مع سيدنا أبو بكر الصديق، وعثمان بن عفان. إلى نعم، إلى الآن عندهم مشكلة كبيرة جدا مع خالد بن الوليد، مع صلاح الدين الأيوبي. نعم. هم يعني يسبون ويكرهون صلاح الدين الأيوبي، لأن صلاح الدين الأيوبي هو حرر القدس من الصليبيين، والصليبيين كانوا هم حلفاء للصفويين. صحيح. وعلى مر التاريخ لم يوجد استعمار في هذه المنطقة لم يكن هؤلاء الصفويين لهم يد فيه. طبعا إذن هذه عبارة نختم بها للحديث عن لديك أستاذ بدر الدين البارون. أذهب إلى الدكتور تركي. دكتور تركي، كيف تقرأ المشهد السياسي بعد هذه القمة في المنطقة باختصار؟ حقيقة أنا متفائل بهذه الزيارة، وأنا أرى أنه الأجمل إن شاء الله سوف يأتي مستقبلا، وسواء من خلال حقيقة توطيد العلاقة، سواء من خلال تعزيز حجم التبادل التجاري بيننا وبين السلطنة، سواء من خلال هذا التقارب الجميل، سواء من خلال الوساطة العمانية حقيقة للسلام في اليمن. أنا متفائل أنه إن شاء الله الأيام الجاية سوف تبشرنا بأشياء كلها خير وكلها إن شاء الله جميلة وطيبة. نعم. إذن دكتور تركي، ونحن أيضا متفائلون معك، ويعجبنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعجبني الرجل الفأل.
من يتفائل بالكلمة الطيبة. شكرا جزيلا للدكتور تركي العيار المحلل السياسي والاستراتيجي وأيضا الخبير الإعلامي، كان معنا عبر الهاتف طوال هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك. الشكر أيضا للأستاذ بدر الدين البارون المحلل السياسي السوداني الذي كان معنا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك أستاذ بدر الدين. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، ونختم بهذين الأبريتين المختصرين لهذه الزيارة في زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة العربية السعودية.